لديه تطور لغوي شفوي، لديه مفردات لغوية كبيرة. فإذا كان الطفل على سبيل المثال متربي في بيئة غير عربية، مثلا مع أمه وأبوه كان مصطحبيته، أمه وأبوه كانوا عايشين بأمريكا بألمانيا بأي دولة، طبعا لا تتكلم اللغة العربية، وأتى وعند رياض الأطفال وعند سن المدرسة أجوا بي وأتوا بي إلى البيئة العربية والتحق بالمدارس. وإذا كان هو لا يفهم ماذا تتحدث الأنطي، ماذا تتكلم الأنطي، هل يستطيع أن يكتسب مهارة علمية؟ إذا معنى ذلك هذا من ناحية إذا كان تربى في بيئة تانية، ومن ناحية إذا طفل في نفس البيئة هو ليس لديه مفردات لغوية كبيرة، لا يستطيع أن يدرك ما تقوله المدرسة، ما تشرحه المعلمة، ما كيف توجه المعلمة في الحديث أو في الكلام. إذا معنى ذلك هو يتطلب مفردات لغوية حتى يستطيع التفاعل مع مين؟ التفاعل مع المدرس، التفاعل مع المادة العلمية بشكل كامل. هناك علاقة وثيقة بين اللغة والأفكار. لا يستطيع الفرد أن يفكر دون لغة، لا يستطيع الفرد أن يعبر دون لغة. وأيضا القدرة اللغوية تساعد على التمييز بين الأصوات وبين الآراء. النقطة بعدها القدرة المكانية. القدرة المكانية كانت متطلب من متطلبات الكتابة اللي يجب أن تكون موجودة. إدراك المكاني للمتعلم له ارتباط وثيق بقدرته على الكتابة، يعني يدرك المتعلم إدراك المكاني، يدرك إدراك المكاني لمكان الحرف اللي بده يكتبه، يعني يدرك المسافة بين الحرف والحرف، المسافة بين الكلمة والكلمة، المسافة بين السطر والسطر. فهذا شرط أساسي من متطلبات أنه لديه تمييز في الإدراك المكاني. أيضا معرفة المساحات والأشكال بتساعد المتعلم على تشكيل الحروف وعلى الكتابة بشكل سليم وصحيح. أيضا يجب التركيز على الأنشطة المقدمة للطفل في مراحل الروضة والطفولة كالقطع والرسم والأشكال المختلفة اللي بتساعد على إدراك الأشكال والمساحات وتسييد من قدرته الفراغية. النقطة اللي بعدها من متطلبات القراءة التغذية الراجعة. التغذية الراجعة ومهمة جدا جدا، لأنها بتعمل عملية تغذية، عملية إعادة، عملية تزويد تعليمي. لأن التغذية الراجعة إذا اصطحبت معها التدريب في مهارة الكتابة بالذات فهي عملية تزويد، بالضبط زي السيارة تقطع بنزينها وبنحط لها بنزين، إحنا بنزودها بنساعدها هتمشي. هذا طبعا مثال بسيط هيك، لكن هان في التغذية الراجعة في العلم ككل بشكل عام، في المعلومات ككل، في التدريب أيضا على المهارات الحركية بشكل خاص مهمة جدا، لأنه مع التدريب مع التغذية الراجعة هي عملية تثبيت للمعلومة وعملية تدقيق على المعلومة السليمة. فلذلك يتطلب تغذية راجعة. التغذية الراجعة تقوم بها المعلم، المعلم يدرك أداء التلميذ أثناء العملية التعليمية، إذا كان الأداء سليم أو الأداء غير سليم، إذا كان أداؤه صحيح أو غير صحيح، إذا كانت طريقة رسمه للحروف سليمة أو غير سليمة، إذا كانت جلسته سليمة أو غير سليمة، مسكته للقلم، ومن ثم هنا يقوم بإيه؟ يدرك هذا الموقف ويقوم بتزويده بالمعلومة السليمة وبالتدريب السليم. أيضا يدرك أنه هذا الطفل يحتاج إلى وسيلة أخرى، يحتاج إلى المساعدة، يحتاج إلى التنقيط على سبيل المثال حتى يمشي على النقاط، حتى يتقن الحرف ومن ثم ينتقل من التنقيط إلى الحرف المجرد من غير تنقيط. إذا معنى ذلك أنه المعلم بساعد التلميذ من خلال التغذية الراجعة، والتي بساعد التلميذ على اكتساب المهارة بشكل سليم أيضا، والتي تعمل على تحسين والتعديل لأداء المتعلم في مهارة الكتابة والتدريب والتغيير. إذا كان هناك خطأ بواجه المتعلم أثناء التدريب في الكتابة وإنه بقوم فيه بشيء خطأ، فتلقائيا مين بعدله المعلم في التغذية الراجعة وبيحسنه وبيغيره
إذا كان خطأ جسيم يغير إلى إيه؟ إلى الصواب، إلى الصحيح، أيضا بتزيد من فرصة تثبيت المعلومة الصحيحة، لأنه أصلا إنشاء الممارسة المستمرة للعملية التعليمية أو للأفكار التعليمية أو للموقف التعليمي، الممارسة المستمرة هي عملية تثبيت لإيه؟ للمعلومة الصحيحة. واللي أهم طبعا في المتطلبات الكتابة، اللي بتعتبر من الأهم المتطلبات، وكلهم مهمين، لكن من الأهم أكثر هي عملية التدريب. عملية التدريب، لأن الكتابة لأنها نشاط حركي عضلي، إذا هي تحتاج إلى تدريب. من غير تدريب ما فيش حاجة اسمها يتعلم الكتابة من مهارة. فالكتابة تتطلب تدريب مستمر لفترة زمنية معينة. مش معناه أنا بتدريب مستمر بدي أمسك من الصف الأول للصف العاشر أدرب في كتابة. أنا هي فترة زمنية معينة. الفترة الزمنية المعينة مين بحددها؟ بحددها كفاءة المتعلم، لأنه كل ما ازدادت كفاءة المتعلم والتقاطه للمعلومة والكتابة بمهارة وإخراج الحرف بشكل سليم والكتابة بشكل سليم، إذا معناه اختصرنا الفترة الزمنية. لكن كل ما دربنا أكثر كل ما حصلنا نتيجة أفضل. مش معناه إحنا نحكي قول دربناه أكثر تمسكوا أمه تقعدوا له طول النهار من الصبح للمغرب ويا أكتب 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 أكتب، لا. التدريب يتطلب ساعات معينة حتى لا تفهم خطأ. إحنا بدنا ندربه، إحنا بدنا ندربه، بدنا ندربه من ناحية الكتابة، بدنا نحط ساعات معينة في ضمن جو تعزيزي. شرط إن يكون جو تعزيزي، جو داعم، جو صحي من خلال الأهل ومن خلال الأم. مش بكل ما تمل الأم أو تمل الأنطي انسخوا يا أولاد انسخوا يا تلاميذ، هذا لا، هذا مش تدريب. كل ما تزهق منهم بدها تعاقبهم انسخوا، أنت ما تطربي ما تربطي. فكرة التدريب فكرة العقاب، وهذه مشكلة بنواجهها إحنا. وين بنواجهها؟ سواء في الإميات داخل البيوت أو في المدرسين، إنه بيعتبروا الكتابة والنسخ أسلوب عقابي وليس أسلوب تدريبي، وهي مشكلة. أنت هيك بتجعلي عنده حالة نفسية كارهة للكتابة. ليه؟ لأنه ارتبطت فكرة الكتابة بفكرة العقاب. فإحنا لما بنتكلم على كلمة التدريب، يجب أن التدريب أن تكون في جو صحي، جو لطيف، جو داعم، جو تعزيزي، جو مرح، جو فرح. تربطي فكرة التدريب وفكرة الممارسة على الكتابة بفكرة جميلة، كأن تكون مسابقة بين الأم وبين ابنها في مسابقة. يلا أنت سبقت أنا حكافئك، سبقت أنا أنت مثلا على حتعمل كذا. إذا والأنطي نفس المسألة. فالتدريب أيضا على الكتابة أمر مهم جدا جدا، لأنه إحنا بندرب العضلة وبندرب الطفل على مسكة اليد. والكتابة طبعا من المهارات اللي بتتطلب تدريب عليها حتى يتسنى للطالب اكتسابها، ويحتاج إلى تدريب كافي من قبل المدرسين أو أولياء الأمور، بحيث أن المدرس طبعا يكون نموذجا عمليا. إحنا ركزنا على المدرس من البداية، نموذجا عمليا جميلا أثناء عملية التدريب. أيضا تعليم الكتابة، نيجي نتكلم في تعليم الكتابة. تعليم الكتابة هل يأتي عفوا هيك جزافا؟ يعني خلص احنا بدنا نعلم الكتابة، خلص احنا يعني يلا تعلم الكتابة، امشي لتعليم الكتابة تعلم الكتابة؟ لا طبعا. احنا لما نتكلم نقول بدنا نعلم الكتابة، معناه الكتابة هذه تأتي تعليمها بمراحل مختلفة. والمراحل اللي احنا بدنا نعلم فيها الطفل من ناحية مراحل الكتابة، هي بتمر تعليم الطفل بمر بمراحل. مش على طول احنا تعال امسك القلم يلا اكتب امل اكتب عمر، لا بنفعش. احنا ولا بدنا تقولوا يلا انسخ، لا طبعا. الطفل ما فيش إمكانية نعلمه هيك، احنا بنعمل وصله لدرجة الإحباط بشكل سريع، عدم قدرته، شعوره باليأس، شعوره بالخوف، شعوره بالقلق، شعوره بعدم الثقة. إذا معنى ذلك الكتابة تمر بمراحل. أول مرحلة مرحلة مسك القلم، ومرحلة مسك القلم يتعلم الطفل فيها مسك القلم بشكل سليم، وهذا أهم شيء تعتبر من مراحل تعليم الكتابة، وهذا من أهم شيء يعتبر من مراحل تعليم الكتابة. ليه؟ لأن المسكة السليمة تعطي إنتاجا سليما، مسكة القلم السليمة تعطي كتابة سليمة، قدرة على التحكم السليم، قدرة على الكتابة، قدرة على إنجاز المهارة بالشكل السليم.
فلذلك تماما التعليم السليم يرتبط ارتباطا بالسيطرة على القلم أو على مسكة القلم بالشكل السليم. فأول شيء بدي ينتبه لها المعلم، بنتبه لها المربي، تنتبه لها الأم، إنه يجب الطفل أن يمسك القلم بشكل سليم. بعد السيطرة طبعا المسكة السليم تيجي السيطرة، تبدأ بعد السيطرة تبدأ تعلم المهارات الحركية. يعني بعد ما مسك القلم وبدأ يخربش وتحكم في مسكة القلم، وهي الخربشة هذه للطفل مش سيئة، هذا جزء من التدريب. احنا لما نمسكه قلم ونقول له خربش وديروا بالكم مش تمسكيه قلم، طفل عمره سنتين عنده حركات مثلا، طفل عمره سنة عنده حركات اختلاجية، تيجي الام والله تقول لك والله انا سمعت بيقولوا مسكة القلم السليمة بدي مسكه قلم عشان يتعلم. ديري بالك مسكة القلم للطفل الصغير اللي بقدرش يسيطر على حركاته وعنده حركات اختلاجية ممكن يعور عينه، ممكن يخرج وجهه. اذا احنا نرجع تاني ونكرر نقول طفل ناضج، طفل ناضج مهم، طفل واعي انه هو الان بمسك القلم. فانا دائما بنصح لا استعجال في ايه، في تعليم الكتابة، ما تستعجلوش وما اعطوا، لقنوا معلومات على قدر ما بدكم لقنوا معلومات، لكن في المهارات الحركية لا استعجال الا في السن والنضج السليم اللي بتناسب مع هذه المرحلة. ايضا نبدأ نعلم المهارات الحركية اللي من اسفل اعلى، يمين يسار دائري، كلها طبعا هذه الحركات بتأتي ايه بهدف قصير المدى. ليه؟ لانه احنا بننتقل من الحركات البسيطة وعلم الاتجاهات ننتقل الى ما هو ايش، ما هو اعلى درجة. الاعلى درجة هي الكتابة. شو الكتابة؟ في الاول برضو نرجع تاني، الاول مش الكتابة بالشكل المنتظم، انما الكتابة بالشكل العشوائي. هنا تبدأ عملية الكتابة من هنا بعد السيطرة وبعد المهارات الحركية، تبدأ الكتابة بالشكل العشوائي. خطوط لا تتسم بالانتظام، ما فيش مشكلة، ما في عنا مشكلة، كنا هادين. يعني الاباء انا بطمن دائما المعلم ولها اباء، لما يكون الطفل لسه بدأ بداية التعليم، ما طالما قدر يمسك القلم بشكل سليم وبدأ يعرف الاتجاهات بدأ يخربش، ما فيش اي مشكلة انه بدأ يكتب. لا تتسم، ما تنزعجوا كتير لما تشوفوا الطفل بدأ يخربش ويكتب بشكل مش منظم، لا احنا لسه بنعلم.